صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ الامور كلها بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. عملت اليوم ماشي هو هذاك والله العظيم ما عاد كنصبح مخسره بعد المرات عب وحديتي، والله ما عرفتش علاش. المهم بنادم كل نهار وكيفاش الجو ديالو، مره مزيان مره عيان مره طالع بالدم مره بخير مره. المهم هذه هي الدنيا. حبيبات ديالي اليوم كعارفين الشقه ديال الدار كما العاده، وغادي نعدل واحد الحليوه الا زعما صدقات ليا راني كنبلاني ليا من شحال هادي ومازال عاد ما. المهم ها نتوما معايا الحبيبات ديالي. يا عباد الله عندي الضيق. ايوا دابا يا لالا، دابا يا لالا هكا وهكا وهكا ها نشط ها هو الشط ها نشط ها هو الشط. نغسل هادشي ونوجد داكشي اللي غندير تحت حاجه ما غنديرها اليوم. الا ما كانتش الموسيقى ما نعرفش ندير الشغل داكشي كيمشي معاه داكشي عندي كيمشي معاه.
معاك وثيقه تدلك شويه الحماس تدلك شويه المورال باش تنوض شقاي سينو بقينا هنا ويلو نقاسه مامير القطاي كنقول نوض ما نوضش نوض ما نوضش واحد سيدي البرد اوه كيعقز ايوا وانا نتقعد نوجد هاد البلاصه ياك هكا ونوجد هاد الشيء هكا باش نصاوب ديك الحليوه هنايا حيت في العشيه كاع نعرف راسي معزازه كنشعل داك السخان كان طاقه رقا حداه من هاد الفيلم لهاد الفيلم العجز العجز مع الجد كيدير غير العجز ايه واش غادي دير اش قالت امي قالت لي كل نهار كنزوجو كيصبح لي عزري هي ديالي انا صافي هادشي ما كان دابا صافي غا هلكت انا طيبتها هادشي هكا نخلي الدنيا نقية نقية ايوا نبدا في العمل باش منين نبدا ندير داكشي ما نكونش مبرزطة ما دوزت الجفاف هكا اختي انا نقية انا نقية ها ما قلت لكمش ها شوفوا بدلت اللوك هاي 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 هذاك العطوز عندي كل نهار لا انا ماشي دابا مزيون ياك اختي انا مزيونة انا مزيونة قالك شكون كيشكرك على سموها هي ديالي انا ياك صافي غادي نحيد هكايا داري اختي نقيه مع صغيره دغيا كنجمعو اي 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 طلع بعد هذا الشيء قد هذا الشيء هكا باش نبداو هيا المقادير ديال الحلوى اللي كنت وعدتكم بها غنعملها الحبيبه ديالي ها هي هاد المره هاد المره راه كلشي عندي بالعبار باش ما تقولش انا غير كندربز هاد المره كلشي عملته بالعبار كلشي قد داكشي ما تخموش اول حاجه غنغسل يدي باش ما تقولوش عليا انا معفونه ولكن انا ما غنعملش بيدي ما عنديش هذاك اللي كيحركوا به هيدا بيرو غنعمل هادي هيدا غنعمل هادي هيدا هادي هيا ما لا ما عنديش هذاك اللي كيحركوا به لا ماشي ما كانش عندي كان عندي بيرو تهرس له واحد العيبه وبقى داك السلك خارج وانا نرميه دابا غنستعمل اليدوي المهم ما علينا هانتوما ها البيض غسلتو حيد هادي هانتوما عندنا ثلاثة البيضات ثلاثة البيضات انا مجلس تما انا مجا ثلاثة البيضات الحبيبة
هادي قصعة أكثر من الحلوة. شو أنا غنعمل فيها؟ هذا جير فيها هو حنا كنعدلو فيها هذا بحق كل واحد وعاود كيفاش من كيزيد فيه. هاي 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 هكا هادي غندير لها هكا. هانتوما كاس ديال السكر باقي فيه الداخل تسنى هنايا هذا الكاس ديال الخميره، هذا الليمون محكوك، المهم ماشي ليمون غير القشره ديال الليمون. هانتوما ياك دابا غنستعمل يدي. هانتوما غنحرك هذا الشيء هكا، ما غنعملش المعلقه انا صافي باش ما تضحكوش عليا. حتى يذوب هذا السكر هذا نحيد عليا داكشي، حيد عليا داكشي. يذوب السكر عاد غنزيد شويه ديال الزيت، ماشي شويه المهم كاس كاس. عقلت على الحلوى القديمه كانوا الوالدين ديالنا كيعملوهم هايده بيدهم، دابا كلشي يرجع بالمواكن وكلشي يرجع بال المهم ما علينا. ها هو السكر داب ياك، غنزيد كاس ديال الزيت ها هو اوكي. غنحرك عاوتاني هكا حتى يتخلط داكشي. والله الا ما كنصيبش في العشيه باش نشرب اتاي كنمشي نجري على الخبز. صبروا نحيد واحد الابيل ها هو صافي. دابا هذا الكوك يغسل يدي بعدا عاد نقدر نقطعو. هذا غنعاود نعملو كامل فوقي غير شوية، أصلا كاس مهم هداكشي لي أنا غندير غير شوية. هاد الشاصي هذا صغيور مهم فيه شي كاس ونص لي فيه ياك. دابا غادي نحرك هاكا نزيد نخلط داكشي هاكا نحرك. اش غتحركي هاكا؟ نزيد كاس ديال السميدة باقي، غادي نزيد كاس اخر ديال السميده باقي هادي غادي تحتاج كثر، ماشي كاس ديال السميده كثر خاصها. غنزيد شويه ديال ها هي زدت لها كاس ديال السميده اخر ها هي. دابا غادي ما جاتش قاصحه بالعكس ها فيها ريكوك بزاف. دابا غادي نغطيها نخليها واحد العشر دقايق و صافي نصاوبها في الصينيه. الصينيه تاهما عندي مصاوبين فيهم ديك الكاغيط ديال الفران وصافي.
هكذا، غادي نخليها واحد 10 دقائق من بعد نصاوبها في الصينية ديال الفران. دابا بعد ما بقات 10 دقائق تسرحت، دابا كتعوجي علينا تما. غادي ندير لها هكا ياك، نتوما كتعرفوها ماشي شي حاجه غريبه عليكم. غندير لها هكا سكر كلاصي ياك هكا، ونحطها هنا. ما غنتكي عليها، ما غتكي عليا، خصكم غير تعرفوا العبار ديال الحجم ديالها وصافي هكا، باش ما تجيش كبيره بزاف. المهم هكا هكا، وقتلتينا بهكا هكا وهكا. ها انت، ها هي، ها هو. المهم الحبيبات ديالي، انا غنستمر هكا ياك تنسالي، وغادي نوريكم الشكل النهائي. اوكي ها انتم الحبيبات ديالي، ها ها ما عرفتش كتشوفوا ولا لا. دابا غنعدلهم في الفران يطيبوا، من بعد نرد عليكم الخبار. الحبيبات ديالي كيما كتنهز ياك لاباس. هاي هادشي حامي، ها هي الحليوه ديالي كي جات، الا كانت كتبان ليكم. ها انتوما ما كتحرقي تحرقي وجهك باش تورينا. غنشوفوا وحده من تحت كيفاش باقا ما ناضتش من بلاصتها، باقا ناعسه من بلاصتها. ها انت، ها هي شوفي كيفاش من تما، ها باقا حاميه. المهم ها انتما الشكل النهائي ديالها كي جا، ما عرفتش واش كتبان ليكم ولا لا. ها انتما من هنايا من تحت الحداقه يا اختي، الحداقه. بصحتكم الحبيبات ديالي، ها انتما الا بغيتوا اللي يعدل لكم هادشي عيطوا عليا، ما تخاموش. صافي لنا الصباره. انا نخلي لكم النمره في صندوق الوصف، واتصلوا بيا الحبيبات ديالي نعدلها لكم هانيه غراتويت فابور تريال. المهم بقى عندي وحده في الفرن، استنى بعدا نشوفك غادي عندك تحرق لي، كون عينتوني عينتوني اختي. البنات ها هي الصينيه الثانيه، هيا غطيه ها كي جات، جات زوينه في الحقيقه، جات مشقوقه بقى حاميه. اوه ها واش كتبان لكم ولا لا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال فاطمه اليوم. الحبيبات ديالي هنا غادي الوداع، الفيديو اخر ان شاء الله. وهانتوما انا قلت لكم الا بغيتوا شي يد مساعده عيطوا عليا ولا عليكم. بغيت نخلي لكم نمرتي، نخليها لكم ونعدلها الحبيبات ديالي هانيه. فاطمه شنو كتخربقي، العالم كامل كيعدل هادشي. باي باي الحبيبات ديالي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله عليكم. نتوما عارفين كنبغيكم بزاف، وما تنساوش اللايك، وشكرا بزاف على داك التعاليق. واخا خايبين واخا زوينين، حنايا ما عندناش المشكل، وانا ما فياش ديك الحرفه اللي غادي ندخل ونبقى نعاير ولا نبقى نجاوب. اللي بغى يكتب شي حاجه خايبه يكتبها، واللي بغى يكتب شي حاجه زوينه يكتبها، وكلشي مرحبا به، وكلشي انا هكا عامله. عليكم السلام عليكم.